يقول السائل: رجل جاء معتمرا وفي البلد قال لهم صاحب الوكالة أنهم يبدأون بزيارة المسجد النبوي، وفي الطائرة قال لهم نبدأ بزيارة المسجد الحرام أولا، وعند الميقات لم يجد إحرام فلم يحرم، وعند وصوله إلى جدة اشترى إحراما وأحرم من جدة، فما حكم ذلك مع العلم أنه جاهل بالحكم؟ هذا تعدى الميقات بدون إحرام. إذا جاء من بلده قاصدا المدينة، إذا جاء من بلده مثلا من الشام أو من مصر أو من المغرب قاصدا المدينة، فهذا يمضي إلى المدينة، يمضي، أو جاء من اليمن قاصدا المدينة، هذا يمضي إلى المدينة، فإذا أراد الرجوع من المدينة إلى مكة يحرم من ذي الحليفة من أبيار علي. أما من جاء قاصدا مكة يريد العمرة أو الحج فهذا يحرم من الميقات الذي مر به، الذي على طريقه، فإن تعداه وأحرم من دونه يكون عليه فدية، يكون عليه فدية لترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. نعم.